في أنواع قصصية كثيرة جدا في الأدب العربي القديم، أهم هذه الأنواع على الإطلاق واللي احتل مكانة كبيرة جدا جدا واتكتب عنه كتير قوي هو المقامات، الحواديت اللي بتدور حوالين، حضرتك عارف المقامات بتاعت الهمزاني والحريري وغيرهم، ودي من أكتر حاجات كمان اللي عندنا منمنمات تصوير ليه، دي أكتر حاجات خدت مساحة لسبب أساسي، خدت مساحة كبيرة من الاهتمام لسبب أساسي، إنها بتتشبه بالشعر، إنه الشعر والمقامة فيها فكرة التكرارات اللي بتدي مساحة للحفظ، وفيها فكرة الجمل القصيرة والسجع اللي وفيها فكرة استدعاء الموروث، الحديث والقرآن والشعر داخل القصة، ده النمط الأساسي للقص اللي خد مساحة كبيرة جدا. إنما مع ذلك المستشرقين على وجه الخصوص وكتير من دارسي الأدب العربي المعاصر بقوا يشوفوا أنواع تانية من القص،